وبعدين معاك عفاف انا ماشي امشي شو بدك فيه؟ بدي اشوفك عم تبتسمي على شو؟ لانك كسرت كلمتي؟ بدك شوفك يا عفاف؟ بدك يعني انا اكسر كلمتي؟ خلاص مثل ما بدك امشي. لا ما راح امشي وانت زعلانه ما يمشي الحال. والله ما بعرف ليش هيك قلبي مقبوط، حاسه حالي مخنوقه ماني قدرانه اضحك. عفاف بس انا حابب اشوفك عم تبتسمي. ما عم بقدر جابر. عفاف بزعل منك ها؟ خلص روح الله معك. من قلبك؟ طبعا من قلبي. الله يكون معك جابر، دير بالك على حالك. وانت كمان ديري بالك على عبير، اوعك تخليها تبكي. ها ليش تبكي؟ من اي شيء، اي شيء بدها يعطيها اياه. جابر انا بعرف كيف ربي بنتي. يلا بخاطرك، مع السلامه. استنوا يا شباب، اتركوا البغال، صارت تعرف تروح لحالها على الضيعة. هذا الطريق صار معروف والجمارك عليه على طول. شباب أنا برأيي ننزل على الضيعة ونلف عليها وفوت عليها من طريق الشرق. بس هذا طويل ووعر وما بنوصل اليوم. إذا أأمن بنتعب شوي. ما حدا متوقع إنه ننزل عن طريق الشرق. لكن روح وقف البغال وغيروا الطريق، يلا امشوا. ليش هيك عملت؟ كل ما طولنا الطريق كل ما زادت الفرص قدامنا. انا تعبت تعبت. شباب ما فيك تتحمل شوي؟ اصبر شوي. ايه وهلا نين نطلع؟ مثل ما قلت لكم عن طريق الشرق. يلا تحركوا. تفضلوا. يا جابر شو معك؟ ارجع عربنا نوصل على الضيعه. لك الطريق صعبه والبغال ما عم تعرف تمشي لحالها. يا اخي انا تعبت، خلونا نرتاح شوي. قلنا لك قربنا نوصل على الضيعه ما في داعي نرتاح. لك شبك انت كل شوي نرتاح. خلونا نوصل لاول طريق النازل على الضيعه وهنيك مرتاح قد ما بدك. تحركوا. جابر قربنا نوصل على الضيعة، خليك حدنا. لك ليك الضيعة منورة، وصلنا الحمد لله على السلامة. يا شباب وين جمالك؟ هو شباب قوة.
جابر رجلي. صعبت صعبت رجلي ما قدرت اتحرك. ساعدني ساعدني اخذك. ايوه ايوه لك ما قادر لا ما قادر. لك روحوا انتوا شباب لك روحوا هربوا. سيك جابر دافع عن حالك خليك بطل. رجلي يا شباب دخيلكم رجلي دخيلكم رجلي دخيلكم عم اهلكم عم اهلكم. يا ويلي يا ويلي لا خزابر لا خزابر عمي انا قلبي كرهز. وين تخبروني الكل عين تجوا لعندي؟ شو كان فينا نلعب يا معلم؟ ليش ما متوا معه؟ معلم جابر ما مات اتصاب برجله وتركته. حاولت اسحبه واهرب فيه ما رضي معلم قال لي هربوا ما بدي اكون تنكمشوا. طلع شهم وقبضاي شال العملية لحاله. ولا وين بكون؟ بس اكون جمارك هيك بهالبساطة. يلا ولا انت ويان العمي شي ما بدي اشوف خلتكم له. عمي دخيلك بدي جابر بدي جابر. طولي بالك عم بيقولوا انه مصاب برجله. هلا راح بنزل مشوار صغير بشوف كيف بدنا ندفع الغرامه ونطالعه. خدني معك ما بقدر بستنى لترجع بس بدي اطمن عليه بدي اشوفه انه لساته طيب. بس خليكي هون مع بنتك مشوار صغير بروح برجع بسرعه. هي هي كل القصه. ايه انا مستنيك تعال بسرعه. لا يا ما بقدر بطلع الضيعه. ليش بدك ياني اطلع لعندك وننزل سوا؟ هي القصة اجلها هلا وتعال بسرعة بتلاقيني مستنيك قدام مديرية الجمارك. لا تتأخر. مع السلامة. امتى صارت الحادثة؟ امبارح بالليل. فوت لنشوف شو القصة. لا 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 فوت لحالك انا لا بحب الجمارك ولا بحب شو فوتون. طيب استناني هون لك. لا تأخر. لا اللي شو صار؟ امشي معي. لوين؟ ليش بعدته؟ ليش خليته يروح؟ هو هيك بده ما قدرت امنعه. قدرت امنعني الي وما قدرت امنعه له؟ انت بتعرف شو جابر بالنسبة الي ما بقدر رد له طلب. يا ريتك رديته يا ريتك رديته. لك ايه اللي خوفتني اذا كانت الغرامة كبيرة بدفعها؟ مصاري؟ لسه بتفكر بالمصاري؟ اللي شو صار رح توقف لي قلبي. جابر انتهى مات؟ مثل كأنه مات. جابر قتل ضابط من الجمارك بالاشتباك. اشتباك شو؟ قالولي الدورية قوصت عليهم هن ما وصوا على الدورية. كذابين. البارودة اللي مسكوها مع جابر طالع منها 4 طلقات واحدة منهم اجت براس الضابط وقتلته فورا. جابر وينه هلا؟ بالمستشفى. امشي لنشوفه. يا ويل كن مني يا انور ويا عبد الحميد. أهلين خال. منيح لنصبت مشان أشوفك. أهلين عمي. مشان الله هالمرة لا تواخذني الغرامة كبيرة. أنا كل شي كنت عامل حسابه إلا أني أمسك. لما تصوبت ما كانوا قدروا يمسكوني. جابر اللي ولا تكذب علي. مين منكن قوص على الدورية؟ عمي ما حدا. الدورية هي اللي قوصت علينا. أنا كنت ماشي قدام الحمل. جابر مين علمك تمشي قدام الحمل؟ خالي كنا 4 ضيعة وفكرت إنه معك في خطر. كنت ماشي قدام الحمل
نادى علي انور قال لي تعال امشي ورا الحمل. قلت له وصلنا، ما امبارح حكيت الكلمه كان رصاص نازل علينا مثل المطر. ليش عم تكذب؟ احكي الحقيقه. عمي والله العظيم هذا اللي صار، انصبت برجلي وقعت على الارض، حاولت اقوم ما قدرت اقوم. اجى انور حاول يساعدني، لقيت حالي تقيل. قلت لك انور روح مشان ما توقع معي. رجلي جابر، رجلي صعبت صعبت برجلي، ما قدرت اتحرك. ساعدني ساعدني لا اخدر. ايوه لك ما قدر، لا ما قدر. لك روحوا انتوا شباب، لك روحوا، هربوا هربوا، لك روح هرب. جابوني لهون، طلعوا رصاصة من رجلي وجبروها. أخذوا إفادتك؟ إيه. شو قلت فيها؟ قلت في اتنين مهربين ما بعرفهم، طلبوا مني يكون دليلهم ودلهم على الطريق ومشيت معهم. وصدقوك؟ قالوا لي قديمة وكتبوا شو قلت وراحوا. ما قلت لك لا تستعمل سلاح يا جابر؟ ما استعملته. شلون؟ لقوا باروتك ناقصة 4 طلقات، واحدة منهم فاتت براس الضابط وقتلته. كذب، والله العظيم كذب، أنا ما هوست. ضعت يا جابر، ضعت وضيعتنا معك. عمي عم تبكي؟ عمي وحياة عبير، ما استخدمت سلاح ولا قوصت رصاصة واحدة. شكي، معقول هذا اللي عم تعمله؟ معناتها هنن اللي عملوها، ما في غيرهم. جابر ما يكذب علي. انا بقدر بعرف وين سلاحه؟ ضيعة. انت هلا لا تسوي شيء لحتى اتاكد. ما بقدر ما اعمل شيء، واحد منهم عملها ولازم يتحملها، لازم يتحملها عن جابر، هو يشيلها. لا حول ولا قوة الا بالله. انت ارتاح يا جابر. شاكر انت روح طمن عفاف وانا راح اشوف شغلي. يلا